ونقول ذوقوا عذاب الحريق. عذاب الحريق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. عذاب الحريق. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن لقد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم النار مثواكم
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم يضربون 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 وجوههم وأدبارهم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الملائكة يضربون الملائكة يضربون وجوههم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب وذوقوا عذاب عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد من وراء ويسقى من ماء صديد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه يتجرعه ولا يكاد يسيغه يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين وترى المجرمين يومئذ مقرنين وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن
يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا قل رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق له في الدنيا خزي 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 ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق عذاب الحريق هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا